نطلبوا من الله انت هاد الكولون هادي الدراري راه بخير عايشين في السجون بخير، الحريه اللي خاصهم اللي بيرسي الدراري راه واكلين بخير شاربين، وهاد المدير لا عمره دار دزنا مع 12 مدير هنا من ميميه هذا راه شاد ديريكت لا عمره دار الصراحه. الاخ ديالي واحد كاين هنا واحد يزو في الجرف لا بخير، الدنيا خفيفة، الزيارة خفيفة الصراحة، ماشي بحال أيامات كان الباص هنا كنا الصاط نعمرو الصاط أنا دابا راه خاصني دوش الصراحة دوش هو اللي خاص دخل التعقيم كمامة إلا ما كانش كمامة ما يخلوش تدخل والتعقيم إلا ما كانش ما تدخلش. لا بخير في الصابون القزير ولات عباد الله دابا تدخل ماشي بحال النوب الأولى كانت معرقلة تبغى تدخل خاصك ثلاث سوايع أربعة هنا دابا الحمد لله والله تاكل شي خفيف زيتو تسوم منورين. السلام عليكم، دونك جيت عند الأخ جالي لو سيركوي صراحة كان مزيان ما كاين لا زحام لا حتى شي حاجة، كاين النظام كلشي هو هذاك والحمد لله فرحانين بزاف نشوف خوتنا نشوفو نعطيوهم حتى هما شوية ديال الأمل وهذا شحال هما مقطوع عليهم الزيارة، دونك كلشي مزيان الحمد لله الموظفين داير الخدمة ديالهم وكلشي داير بخير. كاين التعقيم الناس اللي مدخلين الناس اللي مدخلين الحويجات ديالهم ديال المساجين وهذا كلشي داير مزيان التعقيم، دونك كاينين التدابير الاحترازيه الناس دايرين الكمامات ديالهم اكيد توحشناهم حتى هما مساكن توحشونا وباغيين يشوفوا وليداتهم ومكرهناش زعما ان شاء الله من هنا لقدام يتحيد لينا هذاك الزاج نوليو نشوفوهم غير شويه انساني غير تشوفو تسلم عليه تعنقو حتى هو شويه بال ان شاء الله يا ربي الله يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله وكل شيء يرجع ترجع الحياه على طبيعتها ان شاء الله. بالنسبه للمندوبيه العامه اداره الجماعه الادماج الاسبوع اللي قبل من هذا كانت تلقت واحد المبادره بالسماح للسجناء بالاستفاده من قفه المؤونه، وبالفعل تم تجنيد مجموعه من الموظفين لهذه العمليه حيث تم السماح بادخال المواد الغذائيه مطبوخه مكسرات كذلك بالنسبه للحلويات. وكما كتلاحظوا اليوم المندوبيه العامه عاوتاني خدات واحد القرار ديال فتح الزياره ولا استئناف عمليه ديال الزياره لفائده السجناء، الزياره اللي كدار في قاعه ديال الزياره لفائده السجناء من ابتداء من 25 ماي لمده شهر. تم تجنيد مجموعه من الموظفين لهذه العمليه كذلك، وتم وضع واحد البرنامج محدد تم تقسيمه على جميع احياء ومرافق ديال المؤسسه لاستفاده جميع السجناء، وباش ما يكونش عندنا واحد التجمهر ديال العائلات على برا وما يكونش عاوتاني واحد اكتظاظ في قاعه ديال الزياره وهذا، يعني درنا واحد البرنامج بين طبق في طبق ولا بجناح في جناح ولا حي في حي، يعني حددنا واحد حاولنا نقسموا العدد الافكتيف ديال المؤسسه على حساب هذا الشهر هذا باش دوز العمليه في سلاسه ما يكونش اكتظاظ ويكون في احترام تام للتدابير الاحترازيه اللي اتخذت منذ بدايه ظهور ديال الوباء اللي من بينها التعقيم وضع الكمامه الزام ديال التباعد وضع حاجز في قاعده الزياره التعقيم قبل وبعد الزياره تعقيم ديال الملابس، يعني واحد المجموعه ديال الاجراءات اللي اتخذت باش الحمد لله باش دوز العمليه في احسن ظروف. المده ديال الزياره هي 20 دقيقه لفائده السجناء كتقام في واحد المزار اللي كاين فيه حاجز زجاجي وكيتم التعقيم ديال القاعه من بعد الزياره وقبل ديال الزياره. فعلا تم منع ديال القفه باش دخل سميتو السجناء، ولكن التعويض ديالها ديك الماكله اللي كانت كتدخل كاين الشركه المكلفه بالتغذيه وهذا اللي كتحضر واحد الوجبات غذائيه لجميع الشروط الصحيه سواء من حيث الجوده ولا من حيث الكميه، وكانت فعلا كانت كتصرف واحد المنوعات عن طريق قفاف ديال المؤونه. هذا ما كيمنعش بانه حاليا حتى العائلات اللي كتجيب الملابس وهذا وكتجي بعض المرات ملي كانت الزياره ما كانش ذاك الحاجز الزجاجي كانوا كيدخلوا الممنوعات في واحد الطرق في مثلا الاجهزه التناسليه في بين الاغشيه ديال الملابس بين الثنايا ديال الملابس كذلك شي حويجات اللي هي غريبه، فكن بصراحه طرق طريقه تنسيك في طريقه اخرى.
لان قد ما كنزيدوا حنا في الخدمه كتزيد كتكتشف طرق اخرين طرق احتيال اخرى باش كيدخلوا لنا منها الطرق الغريبه اللي هي كي قديمه كان انه بعض المرات كيتم اعمال ديال ادخال ديال المخدرات في الاجهزه التناسليه وكيترك واحد الخيط خارج من الاجهزه التناسليه كيخلي حتى كيدوز من عمليه ديال التفتيش وكيهبط القاعه ديال الزيارة تحت وكيعاود كيجر داك الخيط كيهبط داك الشيء. لكن كي عندنا كما كان عندنا مثلا كاين تتبع ديال السجناء الداخل والعائلات ديالهم ولا بعض المرات هنا كيكون عندنا معلومات قبل بانه راه شي واحد فيه تصرف شي كميه ولا هذا كنعاودو نتبعوه كنخليوه حتى كيجبد المحجوز لان يعني كتحرج انت باش يعني خصك باش تخشي يديك تقلب كذا وهذيك هي يعني حوايج شويه اغلبيه ديال الزياره كيقوموا بها النساء لانه ما كنعرفوا الامهات حنان الله يخليونا ويخليو الوالدات ديالنا وهذا هو اللي كاين